ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نستكمل اخبار نادينا، اخبار النادي الاهلي. ختام فعاليات بطوله الاهلي المفتوحه للسكواش النهارده كان في جوله تفقديه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. الجوله دي كانت لفرع الشيخ زايد ولبطوله الاهلي المفتوحه للسكواش اللي توج بيها طبعا منذ قليل نجم النادي الاهلي مصطفى عسل على حساب ابراهيم اباني، وطبعا اثنين من اولاد النادي طبعا في بطوله عموم الرجال، اثنين اولادنا اولاد النادي الاهلي. انطلقت البطوله دي يوم الاحد الماضي على ملاعب فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد بمشاركه 25 نادي وهيئه رياضيه. هنروح دلوقتي بقى لقاء مع زميلتنا هنا ابو القاسم مع مصطفى عسل المتوج ببطوله. اتفضلي يا هنا. مرحبا بيك يا عبد الرحمن وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومن داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد بنقل لكم كل الامور المتعلقه ببطوله الاهلي المفتوحه للسكواش. ومعي بقى في هذه اللحظات بطل النادي الاهلي طبعا اللاعب مصطفى عسل والحاصل على المركز الاول في البطوله. بداية طبعا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وبقول لك الف مبروك، يعني كالعاده حاصل على المركز الاول. الله يبارك فيكي، دايما في ظهرنا كده، ومبسوط بيه ان انتوا موجودين النهارده، والحمد لله الواحد قدر يحقق البطوله دي. عايزين نتكلم بقى عن اجواء الفاينل، خصوصا طبعا كان ليها اجواء خاصه بتنافس زميلك في النادي الاهلي ابراهيم الاباني، فلقيت ده ازاي؟ وكلمنا بقى عن الفاينل. لا طبعا، يعني يمكن انا كنت لسه راجع من هونج كونج بقالي ما كملتش 24 ساعه، بس بشكر طبعا الجهاز الفني والجهاز كله الاداري والطبي، يعني ان هم قدروا ان انا العب الماتشات وكده. طبعا كان في فرق توقيت وكده، بس الحمد لله اتظبط الماتشات بتاعتي. وطبعا كنت بلعب برده مع ناس من النادي الاهلي فقدروا يعني يتفهموا ده، ولعبنا الماتشات متاخر شويه. فلعبت مع ابراهيم النهارده الحمد لله ماتش فاينل. ابراهيم يمكن زميلي في المنتخب واحنا صغيرين في الناشئين وكده، فماتش كان حلو الحمد لله، وهو بيلعب سكواش على اعلى مستوى، والحمد لله قدرنا نكسب النهارده. عايزين نتكلم بقى عن بطولة هونج كونج، طبعا بنبارك لك عليها في الاول. عايزين نتكلم عن اجواء البطولة، ويعني تحقق المركز الاول، ويمكن مصر دايما متفوقة في لعبة السكواش. والله الحمد لله البطولة كانت صعبة قوي الاخيرة دي، ويمكن انا كنت انا المصري الوحيد اللي في السيمي فاينل، كان الثلاثة اللي معايا اجانب، وكان ضغط كبير عليا قوي، والموضوع كان صعب. يعني كنت تمام بلعب في السيمي فاينل مصنف رقم واحد بول كول، فالموضوع كان صعب، بس الحمد لله فضل ربنا والدعم الكبير اللي بشوفه من مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب وكابتن خالد مرتجي، دعم على اعلى مستوى، وطبعا جمهور الاهلي مش يعني دايما في ظهري، دايما لما بكون حتى خلص ماتش 3-2 مثلا في 120 دقيقه او حاجه زي كده، الماتش اللي بعديه ببقى تعبان جدا، بس دايما بيقعدوا يحفزوني، ودايما عندهم الروح العاليه دي، والحمد لله على البطوله. يعني جماهير النادي الاهلي دايما بتحب تكون متابعاك طبعا، فعايزين نعرف بقى عندك ايه الفتره الجايه، خصوصا ان احنا عارفين انت بتنافس على جميع البطولات. ان شاء الله يعني عندي راحه شهر كده، وبعد كده ان شاء الله تبدا بطوله كبيره في امريكا اسمها بطوله تي يو سي، بطوله كبيره جدا في محطه القطر هناك في السنترال بتاع نيويورك. والله الشهر الجاي ده مهم جدا 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 بالنسبه لي، ان انا ان شاء الله كمان اسبوعين هبقى نمره 2 على العالم، وان شاء الله يعني بنافس على نمره 1 على العالم، فرق بسيط جدا بالنمره 1. ف اتمنى يعني ما افكرش فيها كتير، وان شاء الله بفضل ربنا والجماهير اللي مساعداني في كل حته ان شاء الله في شهر 1 نفرحهم ونمره 1 على العالم. احنا واثقين انت تقدر تحقق ده. في النهايه عايزينك توجه رساله لكل مشجعي وجماهير النادي الاهلي وطبعا مصر كلها. لا طبعا يعني شكرا على السبورت الجميل ده، دايما معايا في كل حته، ويعني زي ما قلت لك بطوله الاخيره ما كنتش قادر فعلا، وكنت خلاص بخسر عامه، في كنت يعني 2-0 10 9 نقطه المباراه وخلاص يعني، بس دايما دي الروح اللي اتعودت عليها جوه في النادي الاهلي، يعني الروح دي صعبه تلاقيها في اي حته تانية بره، وكمان علاقتي مع الجماهير يعني علاقه حب لا تنتهي، فبشكرهم جدا، وان شاء الله اوعدهم بنمره 1 قريب ان شاء الله. واحنا بقى جماهير النادي الاهلي بنشكرك وبنقول لك كالعاده مشرفنا والف مبروك مره ثانيه. جدا شكرا، شكرا ليك. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع نجم النادي الاهلي اللي دايما الحقيقه مشرفنا ودايما في المركز الاول مصطفى عسل. خليني كمان بقى يا عبد الرحمن اقول لك ان النهارده الحقيقه كان يوم حافل بفرع الشيخ زايد، يعني شفنا كمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كان متواجد هنا في فرع النادي منذ الصباح، يعني تقريبا كان موجود الساعه 12 الظهر، واخد بقى جوله داخل النادي، كان بيطمئن على كل الامور المتعلقه بالانشاءات واخر المستجدات في هذا الملف. طبعا كل اعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي هدفهم الأسمى هو إرضاء أعضاء النادي الأهلي، وطبعا هم يقدموا لهم خدمة بتليق باسم النادي الأهلي. يعني تفقد طبعا لو هنتكلم بالتفصيل الباركينج الجديد وملاعب الأكاديميات والمبنى الاجتماعي الجديد، يعني حاجة الحقيقة مشرفة جدا وبتليق باسم النادي الأهلي. كمان بقى قبل ما أختم كلامي حابة أقول لك يا عبد الرحمن إحنا سعداء جدا طبعا إن أنت انضميت لأسرة قناة النادي الأهلي، ومعاك طبعا لو عندك أي استفسارات، والآن العودة ليك مرة أخرى في الاستوديو.
شكرا هنا ابو القاسم زميلتنا القديره، يعني مجهود رائع من هنا طبعا، ولقاء كان شيق جدا مع النجم مصطفى عسل.